السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. faire correction de l'exercice 14 page 117 et l'exercice 15 page 117 pour le cours le poids et la masse le وزن والكتلة pour la troisième année بيوف. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء وشكرا. Exercice 14. Une boîte de masse M 2 kg qui a la forme d'une cube. Nous avons la boîte, il y a cubique, moukaïba. La masse d'elle est juste kilo. Est posée sur un plan horizontal de table. Un mot de rafoka, le plan horizontal. Schématiser la boîte sur le plan horizontal. Schématiser un diroha. Nous avons le poids. Schématiser la boîte, أول حاجة نديرو هي ان من بعد نشوفو لي فورس لي كيكزيرس سور هاد لا بواط. هنا عندنا لا بواط، عندنا البلان اوريزونتال، هذا البلان انكليني. بريميرمون كالكولي البوا بي دو لا بواط. إذن هاد لو بوا بي ديال لا بواط، هنا قالك روبريزونتي لو بوا بي دو لا بواط باغ ان سيغمون فليشي دو 400 أون G égale 10 newtons par kilogramme. À quelle échelle a-t-on choisi? Il est mis en ligne là. Il a la masse qui est là. Il a dit que l'exercice coule. Là, je l'ai en bas. Tu as G la troisième question, la deuxième. Il a dit que tu as vu le deuxième. Il a dit que tu as vu l'énoncé. Il a dit que la relation, je te dis que l'intensité du poids. Qui nous a la relation entre la masse et l'intensité du poids et G, c'est-à-dire P égale M fois G. Il y a le poids, l'intensité du poids de la boîte. On a P égale M fois G, il y a M ou G. Il y a 2 fois, ici il y a 20. Il y a 20 newtons. Il y a une application numérique. اي التطبيق العددي P إيكال 2 كيلوغرام M فوا 10 نيوتون بار كيلوغرام أختاج دو بار كيلوغرام تعطينا 20 نيوتون إذن P هي 20 نيوتون هذا البوا ديالاش ديال لا بواط وهو وزن العلبة تروازيام روبريزونتي لو بوا بي دو لا بواط باغ أن سيغمون فليشي إذن حنا باش نمثلو هاد القوة تنمثلوها بواحد سيغمون فليشي حنا تنقولو سيغمون فليشي نتوما بالنسبة للغة العربية تيقولو ان واحد سهم فهمتو سهم ولكن هنا ملي تنقولو سيغمون فليشي سيغمون في اون فليش اي لو سونس ديالها وسيغمون هو لا لونغور ديالو تنحطو لا لونغور ديالو 4 سنتيمتر وتنديرو اون فليش بوغ لو سونس ديالاش ديال لو بوا دابا حنا بغينا هاد لو بوا الوزن اذا بالنسبة لينا حنا غنشوفو اول حاجة لا ريبريزونطاسيون ديالي وهاد لا بواط ما قالش لينا حنا قالنا لو بوا اول حاجه اش نديرو نحطو هاد لا بواط هي لو نحطوها ونشوفو اش لو بوا ديالها نقلبو على اش نديرو لو بوا بلا ما نقلبو على لي كاركتيريستيك هنا ما قالش لي كاركتيريستيك قالك ما ريبريزونتي هنا اش عندنا عندنا لو سيغمون 4 سنتيمتر اوكي عندنا لو بوا 20 نيوتون قالك كيلي ليشيل اتون شوازي اشنو هما لي شيل اللي ناخذو اذا بما انه هو كاين 4 سنتيمتر في 20 نيوتن 1 سنتيمتر شحال يكون فيها 1 سنتيمتر يكون فيها 5 نيوتن بحال قلنا 4 هنا 4 فوا 5 هي 20 اذا 4 سنتيمتر 20 نيوتن اون فا ديفيزي هنا بار باش ناخذو 1 سنتيمتر اون ديفيز بار 4 عطينا 1 سنتيمتر 20 ديفيزي بار 4 عطينا 5 نيوتن اذا لي شيل شوازي اي ما هو السلم اللي ناخذو هو كل سنتيمتر عدو اش عدو 5 نيوتن اذا طوازيام لا ريبريزونطاسيون ديال بي اي لي شيل شوازي نديرو لا ريبريزونطاسيون لي شيل شوازي نديرو حنا في لي شيل اللي ناخذو ان ها هي لا بواط ناخذ مثلا ها ا ها جي لي شيل جي ديالاش ديال لو بوا اذا 4 سنتيمتر فيها بور 20 نيوتن 1 سنتيمتر فيها 5 نيوتن
دابا عندنا هنا هاد البلان انكليني، حنا نقول نديرو غابيل كي سون لي فورس اكزيرسي باغ لا بواط. كاين لو بلان البلان اوريزونتال، ماشي البلان انكليني، هو البلان انكليني. البلان اوريزونتال وهو السطح الافقي، هذا سطح مائل. يا السطح الافقي على لا بواط هو الاولى، وكاين ديال لا تيغ. حنا ما قالش لينا ديال لو بلان اوريزونتال، عندي ديتيرمينيو هنا. حنا نمشيو دابا ديال لو بوا. اذا شنو هي الكاركتيرست ديال؟ اذا عندنا لو سيغمون فليشي كونفي، اش شحال كونفي؟ 4 سنتيمتر، مزيان. اشنو هي لو بوا؟ البوان دابليكاسيون سي جي، لو سونس فيغ لو با، لا دروات داكسيون فيرتيكال، اي لانتونسيتي سي 20 نيوتون، سي تادير 4 سنتيمتر. اذا ندير واحد لا ريغل هنا ونشوفو ديال لو بوا. اذا دو جي فيغ لو با شحال يكون فيها؟ غيكون يكون فيها تقريبا قلنا شي 4 سنتيمتر. هنا عندنا لو بوان بي، هو هذا، هادي لو بوان بي ديال لو بوان، شحال فيها؟ 4 سنتيمتر. كاتريام 4 ا، ديتيرميني لي كاركتيريستيك دو لا فورس ار اكزيرسي باغ لو بلان اوريزونتال سور لا بواط. اذا بان لا بواط سومي ا دو فورس، la terre et le plan horizontal و هو في توازن. إذا اش قلنا؟ بأن هذا إذا كان أون با الأخرى أون هو، إذا كانت مثلا ميم انتنسيتي، إذا لي كونديسيون دي كليبر أي ديك كو سي دي فورس أون ميم دروات داكسيون دو سونس أوبوزي أي ميم انتنسيتي. إذا الانتنسيتي هي 20، إذا كانت هادي أون با الأخرى أون هو، و ميم دروات داكسيون. إذا نبحثو على لي كاركتيريستيك ديال اش؟ ديال إر، وهي تسمى لا رياكسيون، تيعطيوها في لو بلون ار، ما تسماوش اف، لان ديما لو بلون هو تيعطيوها ار، اي تعمى جا رياكسيون، يا سي اون سامبل. يا البوا دابليكاسيون سي ا، لا دغوات داكسيون سي لا فيرتيكال باسون باغ ا، لو سونس دو ا فيغ اش، دو ا فيغ لو هو. اش بقى لنا؟ لانتونسيتي شنو هي؟ هي 20 نيوتن. اذا سينغمون فليشي فين يكون؟ شحال يكون؟ يكون هو 4. اذا لو ميم ايشيل عندنا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون اللي نديروها هنا. اذا بي ريبريزونت لا فورس ار، نمشيو ندير ريبريزونتي لا فورس ار. اذا لا فورس ار عندنا نديرو حنا لا ريغل، هاي شتيها عامل ا، عندنا 4 اش هي ار؟ هي 4 سنتيمتر، عمل ا، يعني هذا كونفوندي مع لا كولور ما تيبانش. كليتي حركه شويه ولكن ماشي مشكل، ولكن خصهم دائما يكون ميم دغوات داكسيون. هنا صعيبه باش يبان لان لو نوار مع الكولور اخر ما تيبانش، ولكن هو من ا. هذا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون ار. سيكيام اون بلاص لا ميم بواط، هاد لا ميم بواط، هاد نفس العلبه نديروها في واحد لو بلون انكلين، في واحد شنو؟ في واحد السطح مائل. ا ايتابليغ لو بيلون دي فورس كي سيكزيغ سور لا بواط، شنو القوى المطبقه على؟ اذا كاين شنو هو؟ لو بلون انكليني اي لو بوا ديال اش؟ ديال لا بواط، وهو ديال لا تيغ. اذا لي ا لي فورس اكزيرسي، دابا حنا نديرو لو بيلون جرد، كي سيكزيغ سور لا بواط سون. نسميوها ان عند ار، نبقاو نقولو لها سميتها ار، لان ديال لو بلون حيت لو بلون انكليني. ار لا فورس اكزيرسي بار لو بلون انكليني سور لا بواط، بي سي لو بوا دو لا بواط، اي وهي لا فورس ديال لا تيغ سور لا بواط. نسميوها لو بوا دو لا بواط، ماشي مشكل، لو بوا ديال لا بواط ولا لو ميم. اذا هذا بالنسبه لي فورس اكزيرس. بي ريبريزونتي سو فورس ان يوتيليزون اون ايشيل دو طون شوا، ناخدو هاد 20 لان لو بوا ديالو تيبقى واخا غيرنا البلون انكليني داكشي نقولو هنا. الا هنا مثلا 20، هاد 20 بغينا نديروها في هاد لو بلون ماشي 4، ناخدو مثلا بان 1 سنتيمتر راه بور اش؟ بور 20 10 سنتيمتر 10 نيوتن، اذا 20 دو 2 سنتيمتر، اذا ناخدو حنا فيه 2 سنتيمتر. هذا هو هذا الشيما. اذا دو ريبريزونطاسيون لي شيل، لي شيل هنا ناخذو عندنا 20، ناخذو هاد ديال 20 نخليو هاد 20،
ناخذ 1 سنتيمتر تيكال على 10 نصغروا شويه هي 2 سنتيمتر تعطي 20 الى لو سيغمون فليشي يكون فيه 2 سنتيمتر ما نديرو حنا هاد لي شي فهمت نغيروا لي شي هما قال لك خذ هاد مثلا هاد اللي اخذنا 20 وخذ لي شي ناخذ مثلا 2 سنتيمتر اذا اول حاجه غنشوفوا اخ اخ فيغ اش فيغ لو هو بي فيغ لو با هي هادي هادي هي اخ ها هي تكون من البلان انكليني غنشوفو بي بي ملي تكون من لو ميليو هنا من لو ميليو هنا الوسط ديالاش لو سونتر دو غرافيتي ديال الجسم فيغ لو با هو هادا هادي هي بي ستلاحظو بأن اغ و بي راه عندهم دو ميم دغوا داكسيون دو سونس اوبوزي اي ميم انتونسيتي الطور ديال هادا هو الطور ديال هادا لا خدنا لي الشيل ديال هادا بغيتي تاخد هادا تا هو هنا ماشي مشكل اذا لهذا خصنا يكون هادو عندهم ميم انتونسيتي اذا ما عطيناش لا هنا لا فالون خدمنا ب 20 اذا بالنسبه ليكزارسيس 14 نمشيو ليكزارسيس 15 لو غراف 50 ريبريزونت لي فارياسيون دو بوا ان فونكسيون دو لا ماس سور تير اي سور اون اوتر بلانيت عندنا واحد الميديان واحد الكراف لا فارياسيون ديال التغير الوزن مع الكتله على الارض وعلى واحد كوكب اخر يعني عندنا هنا واحد ان و دو ما عرفناش فين هي ديال لا تير بريميرمون لي دو كور سون دي دروات باسون باغ لو اوريجين كيل فوتي اون كونكري هنا تيقول لك بان تولي دروات اي دروات اي خط مي بيان تي مر من لوريجين باس ان لوريجين سي تي فونكسيون اش سي فونكسيون لينيير وهي داله خطيه دابا هذه داله خطيه وهذه داله خطيه واش تقول داله خطيه تيقول لك بان ايغريك تيقال اكس ها ايغريك هي بي ها ام هي اكس إذن تنقولوا بأن P هي بروبورسيونال أ M وهي تناسبية مناسبة هنا on calcule l'intensité du poids P d'un corps P est proportionnelle à M كيف اسم بروبورسيونال زعما بأن P إيكال أ M هاد P راه هي Y في الرياضيات وهذه هي X وهذه هي A لا بونت لو كوفيسيون ديريكتور اللي نقلبوا عليه في الاخر يسمى هو جي لان بي ايغال ان فوا جي اذا هنا كاين نمشيو للدوزيام كاين لا كور كوريسبون على تيغ بالنسبه لينا حنا هاد لا كور ان انكالكولو ليها البون ديالها وهاد دو انكالكولو لا بون ديالها ونشوفوا فين هي ديال لا تيغ علاش لان لا تيغ عارفين ديالها هي 9.8 ولا 10 هي هذيك الجي هذه غيكون لوطخ بلانيت اذا اول حاجه On va calculer le coefficient directeur, la pente de chaque H, de chaque courbe. Dans le coefficient directeur, la pente des deux courbes, il y a A égale à G. Il y a l'intensité de la pesanteur. Je vous donne l'intensité de la pesanteur sur H, de la courbe. Sur un autre planète, on est sur la courbe de la courbe A. يعني دوز لا تيغ او بيان اش بلوتر حنا ما قلنا فينا هو بين لي هذا وبين لي هذا حنا نديرهم جوج لانتونسي دو لا بيزونتور دو لا كورب ان عندنا بان لا بونت شنو هي جي اذا بي بي موان بي ا سور ام بي سور ام ا بي ا هي 400 ها هي موان ناقص 0 نيوتن على 40 ناقص 0 تعطينا 400 سور 40 تعطينا 10 نيوتن على كيلوغرام يعني هادي ديالاش ديال الكورب 1 نمشيو نشوفو الكورب 2 لانتونسي دو لا بريزون دو لا كورب 2 لا ميم شوز اون ا اذا هاهي خدنا واحد البوان سي مثلا هنا وخدنا ا ايكالا ام جي ايكال بي سي هاهي بي موان بي ا sur MA. Il est payé à 100, mais il est 0. Et il est 40, il est 0. Il est 100, 0, 40. Il est 0, je dis facile, il est l'origine. Puis il est un point encore en cours. Il est tous les 100 sur 40, il est 2,5. Il est 4 là.
تلاحظوا بان هاد الجي اللي فيها 10 نيوتن بار كيلوغرام راه هي ديال لا تيغ، لان لا تيغ فيها ان فيرغول 8 ومعروفه. هنا هادي لوتر بلانيت، اذا لا كورب ان كي كوريسبون à la Terre, car le coefficient directeur de la courbe est g égal à 10 newtons par kilogramme. Ou tu connais 10, tu connais 9,8. C'est-à-dire, la Terre. Troisièmement, sur l'autre planète, nous nous sentirons plus légers ou plus lourds. J'ai suivi ta réponse. Et bien, nous avons un chauffage, un chauffage G. Vraiment, calculer le poids. Et bien, G, bien, G. L'autre planète, est-ce plus léger ou plus lourd? Car G est plus faible, il est plus petit que L. Il est dire faible L. Il est on a plus léger. Car sa valeur et le rapport est plus petit. Il est rare. C'est plus lourd. Nous avons un calcul au P. Maintenant, le point, nous avons un calcul. Nous avons un 2,5 g. La masse ne change pas, mais le poids il y a, dépend de g. Et bien sur l'autre planète, nous sentirons plus léger, car la valeur de la pesanteur est plus petite et faible. Et bien, madame Svalina, on a g 2,7. Et bien sur l'autre planète, nous sentirons plus léger, car sa valeur de l'intensité de pesanteur est petite. صغير هو 2.5 تيحسوا بأنه خفيف. كل ما لدينا بالنسبة للفيديو. أو غوفوار.